طب كابتن عمرو، يمكن دلوقتي عندنا في بطوله افريقيا اللي بتقام على الصاله الفرعيه باستاد القاهره، اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن الفرق المشاركه، حظوظ مصر للتاهل لكاس العالم، وكم فرقه بيتاهلوا لكاس العالم؟ احنا هنتكلم، بص، هو فرقتين بيتاهلوا لكاس العالم، احنا معانا ثلاث فرق، احنا ومالي والسنغال. يعني اللي جم ثلاث فرق واللي تاهل اثنين. وهيتاهل اثنين. طبعا مالي بقى لها اربع سنين مكتسحه. هم فنيا او مهاريا هم مش عاليين قوي يا كابتن عزم، هم اقوياء بدنيا. احنا بالبلدي كده احنا دماغنا يعني بتفكر احسن منهم شويه فنيا. احنا لا وبنفكر يعني، احنا عندنا التفكير، هم بيلعبوا بالقوه البدنيه. يعني بيتميزوا بالقوه البدنيه. احنا المفروض يعني، انا مش عايز اتكلم في الناحيه الفنيه دي بتاعه المدير الفني كابتن شريف اللي هو استاذنا شريف عزمي. طبعا انا بس في البدايه بقول لكابتن شريف عزمي طبعا المدير الفني. الف سلامه استاذنا. طبعا هو مدير فني فريق 18 سنه لاصابته بفيروس كورونا، ان شاء الله يرجع سريعا باذن الله. الف مليون سلامه عليك يا كابتن شريف. انا اسف، اتفضل يا كابتن. الفرقه دي المفروض من شهر 9 في معسكر مع الكابتن شريف والدكتور مصطفى دود. المفروض يعني هو الباسكت كله زي ما اتكلمنا انا وانت، هو تفاصيل. انت بتشتغل، هي الفرقه المنافسه قدامك هي مالي. طب النتائج عامله ايه يا كابتن؟ يعني احنا طبعا خسرنا اول ماتش من فريق مالي، فريق كبير جدا زي ما اتكلمت معاك، 64 فريق بدني. يعني مش فريق مهاري، فريق بدني. تاني ماتش لعبنا السنغال، الحمد لله كسبنا فارق 6 بونت 54 48 تمام. فارق 6 بونت. النهارده لعبنا مالي للاسف خسرنا، بس خسرنا سكور اقل من المره اللي فاتت 68 55. ماتشنا الجاي مع السنغال ده اعتقد اللي هو الفيصل. لو كابتن عمرو انت تفسر بايه امبارح؟ احنا كنا متاخرين عن السنغال جامد وعوضنا وقدرنا نكسب يعني 54 48. يمكن الماتش ده هو اللي قربنا او قد كبر حظوظنا للتاهل. ايه سبب ان احنا رجعنا لعبنا تحت الباسكت يا كابتن عزم؟ انا ما ينفعش العب سيستم مع فرقه اقوى مني، اقوى مني بدنيا مش اقوى مني بدنيا. هم مش هينفع العب سيستم، لازم كويك ست على طول، يعني جزء بسيط تو مان بلاي مع بعض، ثلاث لعيبه مع بعض. لكن اللي انا العب سيستم كامل مع الضغط دوت مع القوه الجسمانيه دي اعتقد هم هيفوزوا. احنا لعبنا تحت الباسكت، بنقل الكره، ابتدينا نقل الكره بسرعه، خرجنا من البريس بسهوله، نزلنا الكره تحت الباسكت، قدرنا نهدف. السكور بتاعنا في الماتش دوت اعتقد اعلى بكتير، 54 48. السكور اللي فات جبنا في حدود 30 بونت. لا النهارده احنا جبنا 68 نقطه كمان. ده احنا النهارده ما لا سوري 55 نقطه. هو السكور بتاعنا تقريبا يا كابتن تقريبا. بص يا كابتن هيثم، هو سكور فرقه مالي في حدود حاجه 60. مالي فعلا 68 لعبت مع السنغال، هتلاقيها في حدود ودي صح. مالي بتجيب فوق 60 لا هي 65 بونت بكتير. ده الاتاك، يعني الاتاك بتاعه مش قوي. لكن لو تفرجت على الدفاع، الدفاع بتاعهم هو اللي قوي. هتلاقي مثلا السكور اللي داخل فيهم قليل، يمكن صح. النهارده اول مره يخش فيهم 55 بونت. صح، احنا حطينا فعلا 36 بونت في الماتش. يا كابتن. طب السنغال ومالي عملوا ايه؟ السنغال مالي كسبت السنغال فرق 30 بونت 61 37 برضه. يعني انا فرق افهم ان احنا والسنغال احنا اقوى، احنا احسن جيل، الجيل الموجود ده. انا طبعا دربت فرقه ولعبت معظم اللعيبه اللي اتفرجت على الفرقه. فلا احنا فرقه قويه جدا، بس هو كل مدرب وليه طريقه او كل مدرب وليه وجهه نظر وتحترم. بس انا وجهه نظري لازم كان في حد من المدربين اللي هم شاركوا في البطوله بتاعه 18 سنه ده يكون موجود، بلاش انا. انا قصدك ان هو عشان بيبقى حافظ لعيبه، على الاقل اراهم، ارى الملاعب، ارى الفرق، كل فرد بيلعب ازاي غصب عنه، لان دي الكومبيتيشن او المنافسه بتاعته. اللي هو شاف كل اللعيبه، شاف. لكن طبعا الجهاز ما فيهمش الا كابتن شريف عزمي طبعا والدكتور مصطفى عدود واثنين مش متذكر اساميهم للاسف، انا اسف جدا طبعا. لا كان لازم حد يخش من مدربين 18 سنه مع الجهاز دوت.